ميسي يلعب بكرة القدم ويكتب تاريخها؟ لا، ميسي يكتب كرة القدم ويلعب بتاريخها، هكذا تستقيم العبارة. الكاتب هو محمد الرطيان. توصية سينمائية، رجل أصيب بمرض نادر بسببه أصبح يرى الخصوم وهم لا يرونه. المقصود هو ليون ميسي الكاتب أحمد بتاع فالنسيا. ميسي هو الحاجة الزائدة في كرة القدم التي يحظى بها برشلونة، من دونه لكانت كرة القدم أعدل وكانت متكافئة أكثر. طبعاً القائل هو محسوبكم محمد أبو الروس. ثلاث تغريدات طبعاً كان لهم صدى جداً كبير وانتشار كبير في السوشيال ميديا، ومهما كانت بلاغة هذه التغريدات ودقة وصفهم إلا أنهم لا يصفون حقيقة عبقرية هذا اللاعب وأسطوريته. 7 كرات ذهبية، رقم قياسي وتاريخي غير مسبوق. سواء اختلفنا على حقية بعضهم أو لا، لن نختلف أننا محظوظين لأننا عشنا في زمن ليو ميسي. يعني أكيد بدون أدنى شك أنه يستحق كرة ذهبية على مباراة رسم فيها البهجة أو علامات الانبهار على وجوهنا. أخيراً مبروك ليو ميسي، وشكراً دائماً ميسي، حياكم الله في صوتكم صوت الجماهير. أهلاً وسهلاً فيكم مشاهدينا مرة أخرى في برنامجكم صوت الجماهير على شاشة وتلفزيون دولة الكويت عبر قناة كويت الرياضية. رحب فيكم ورحب في رواد البرنامج البديل الناجح عبد الله البلوشي، طبعاً نتمنى السلامة لمحمد راشد اللي اعتذر قبل الحلقة وسد مكانه إن شاء الله عبد الله البلوشي. عبد الله البلوشي تذكروا هذا الاسم جيداً يا يا مرحبا أبو حمود، أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين خلف الشاشة وعلى أخواني الحمد لله على السلامة، أول شيء أنت وأخوي محمد مرزوق وحق أخوي الأجمل من بيكيه خلقاً وأخلاقاً ناصر الحسيني، وإن شاء الله نقدم حلقة يعني تليق بالمتابعين. طول بعمرك أبو خالد، بس ترى مين جوتسا عندي يعني تذكر هذا الاسم جدا يعني رسمي هدف باخذ دقائق. وخالد حياك الله. الله يحييك يا ابو حمود، مسي عليك وعلى اخوي عبد الله البلوشي وعلى مرزوق وعلى الساده المشاهدين. الساده المشاهدين اوكي، مش كفايه معنا عشان اقدر اخليها كلام المقدمه ميسي هذه. والله خبرت زمان اليوم، طبعا ناصر عنده شيء كبير اليوم راح يقدمه، يعترض كثير مع المقدمه اللي قدمتها. عموما ابو مرزوق الحمد لله على السلامه، طال عمرك. الله يسلمك يا ابو حمود، مسي عليك وعلى ابو خالد وعلى ابو محمود ومتحمد بالسلامه لاخونا محمد راشد. عين ما صلت على النبي اصابه طاقم البرنامج كله يعني انسدحنا صراحه. لكن اسمح لي ابو حمود اهنيك على هالمقدمه العظيمه الفخمه اللي صراحه راح تحط يعني مقدمات الحلقات الجايه في 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 مأزق كبير. الله يعينك يا اخي. الجمهور شلونه وناسه امدح ميسي وامورك حتى هو ما يلعب معاهم يا اخي. امورك الله يلعب في التاريخ، ما تقدر تلومه. عسى ما شر الصوت اشوف رايح والامور تعبانه. تبي الصج ولا ولد عمي؟ لا لا الصج عطنا الصج. الصج يمكن طلعنا ابو حمود قبل يمكن اسبوعين في الحلقه ومناظره كانت مع اخوي الغالي فهد السهلي. نعم. مناظره ريال زيدان وبرشلونه بب. ثاني يوم بعد المناظره بدايه وعكه صحيه، ثالث يوم حراره، رابع يوم مستشفى. مو هي القصه جاء يوم السبت. يمكن شرفني عبد الله البلوشي محمد راشد ومسي عليه بالخير مساعد منتخبنا، مساعد مدرب منتخبنا محمد العزب بولوره، تابع عندي مباراه برشلونه وفيريال. طبعا اذكر ابو محمود كان ذاك اليوم حبلين صوتيين وانقطعوا، لان المباراه كانت يعني مباراه حماسيه. وتعرف يمكن المحتوى في السناب دائما المحتوى الطاغي عندي في السناب التعليق والتفاعل على مباراه برشلونه. صحيح. فالناس ده الشو وين عسى ما شر احسن مباراه لبرشلونه، لا في تفاعل لا في تعليق. فاضطريت اني ثاني يوم اوضح لهم انه يعني بعد المباراه انتكست حالتي. وضحت لهم، وضح بالاشاره. ما قلت الاشاره والله، كنت اتكلم الربع واتساب يعني مو يعني كلام فيه مبالغه. نعم. فثاني يوم نزلت صوره في السناب اني يعني تعبان وابشر بالعوض ان شاء الله نعوضكم في المباريات الجايه. حلو. شدتني رساله، دخل علي واحد داز لي ثلاث مقاطع صوتيه، داش سموح يا مرزوق ومسحب وجهي والله ما قصيت. هذا ايش فيه يعني شكوى يعني بحاول اربط بين الموضوع. صعدت هوك الا الحبيب عقب مناظرتي انا وفهد داش
طبعا اول شيء بالع راديو عافيه صوت ما اعطيته فهد فرصه ما اخذها بالصوت. فابن الحلال من ثلاث مقاطع اللي ارسلها دريت انه يسدح الطير من السماء وما يدنيها. يعني الحمد لله يعني الحمد لله على السلامه. طبعا يصيبك الا ما كتب الله لنا اكيد ان الواحد يعني عشان ما راح اتكلم انا بالمناظره. المناظره سوى نفسك ما تعرف تناظر. بس سليم طبعا الحمد لله على السلامه احمد مرزوق. نتمنى السلامه لاخونا محمد راشد. ودائما نقول حبايب الاصدقاء يعني يذكر الله محمد مرزوق. بس هذا مو برشلوني لا مدريدي يعني اليوم راح يكمل حلو معي اليوم معي زين. لا لا طبعا في الايام السابقه في السوشيال ميديا قاعد نعيش الامانه شعور جميل خلال الخمس حلقات اللي قدمناها السابقه وايضا المديح من قبل طبعا الاخوان والمتابعين عبر السوشيال ميديا وكلامهم الجميل واطرائهم لبرنامجنا. فدائما نقول لهم مشكورين على هذا الكلام. أول تغريدة عندنا طبعا تغريدة المعلق الكبير والرائع والفخم علي سعيد الكعبي يقول تعجبك فعلا هذه النوعية من الشباب المتسلح بالثقافة وما إلى ذلك. بالنهاية قال طبعا محمد برنامجك هو إضافة فنية فشهادة كبيرة أنه طبعا يشيد فينا شخص بحجم علي سعيد الكعبي. الثاني طبعا من أخونا قال أسعد الله مساكم أنا من 10 سنوات ما تابعت برامج إلى أن تابعت برنامجكم هذا فشكرا لمتابعتك. أخونا أبو سطيف برنامج رائع ومشاركة ولا أروع مو غريبة على برنامج قدم المبدع محمد أبو الروس شكرا لك يا أبو سطيف على كلامك الطيب. أخونا شاهين يقول ما عندي شك أن صوت الجماهير أفضل برنامج رياضي عربي ضيوف من النخبة ومقدم مميز وإثراء حقيقي بعيدا عن امتداد الإثارة المصطنعة أمنياتي لكم بالتوفيق. شكرا يا شاهين على كلامك الرائع وكلامك الطيب تجاه برنامج صوت الجماهير وشكرا لكل الإخوان اللي تكلموا وذكروا في هذه التغريدات كلام جميل عننا فنقدر لكم هذا الشيء. أخص طبعا بالذكر الأخ المعلق الرائع والمميز علي سعيد الكعبي هرم من أهرامات التعليق الرياضي لما يشيد فيك فأعرف أن الإشادة كانت مستحقة فشكرا لك على هذا الكلام وشكرا لإشادتك الجميلة. وأنت شخص صانع للأحداث لما تكون في مباريات يعني بعض الأحيان تكون مباريات ميتة يحييها لك محمد قاتل ونراقص موتا الله علي سعيد الكعبي. وأيضا لما يقول فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا يعني علي سعيد الكعبي شكرا لك على هذه الكلمات وأنت شخصية رائعة وأنا أعتز فيها. شكرا لدعمك للشباب وهذا الشيء غير مستغرب عليك وشكرا دائما. في البداية قبل لا ندخل في المواضيع الأوروبية نبي نتكلم طبعا عن نادي النصر السعودي اللي عين ميغيل أنخل روسو مدربا جديدا. أنا محمد كتبت تغريدة قلت أسوي عنها تغرير ولا ما أسوي يعني النصراوي كان حيل متشائمين منه العموم سوداوية العموم تشاور حيل متشائمين يقولون أنه مدرب إلى نهاية الشهر يقولون ما يمدي طبعا المقطع تنزله إلا مقيل إلا قالوا المدرب خلاص كنسل إي فكنسلت أنا. لذلك محمد مرزوق إذا عندك إضافة تحب تتكلم عن هذا المدرب نهاية الموسم ستة أشهر. شوف أنا أبو حمود ما ألوم صراحة جمهور النصر يعني العتب كل العتب على إدارة الأستاذ مسلي آل معمر اللي صراحة يعني أعتقد أنه يعني كان أغلب جمهور النصر والدعم اللي كان من الأمير خالد بن فهد اللي شفناه سواء على صعيد العناصر المحلية اللاعبين الأجانب كان النصر صراحة يعني قريب وقاب قوسين أو أدنى من أنه يحقق بطولة دوري أبطال آسيا في السنتين الأخيرة وكان يستحق على الأقل بطولة واحدة. لكن الخسارة أمام الهلال خلت صراحة يمكن الإدارة ترتكب عديد الهفوات منها إقالة مدرب ما مضى على تواجده في النصر 40 يوم. تتكلم عن بيدرو مانويل اللي قدم موسم مميز مع التعاون ولهله يعني بصمة واضحة على فريق نادي التعاون الحين يعتبر من الفرق المتطورة في الدوري السعودي. كذلك فترة الجميلة مع نادي الميريا اللي يملكه المستشار تركي آل الشيخ. بعد ذلك دخل في في في, في نفق مظلم نادي النصر بسبب بعض القرارات الإدارية. أنا أتفهم يعني غضب الجمهور النصراوي أبو حمود لما يقولوا لك أن المدرب يمكن أسوأ اختيار ما لهم لأن النصر ارتباط في الأيام الأخيرة مع رودي غارسيا مدرب مارسيليا وروما الأسبق مع نونو سبيريتو سانتو مدرب نادي توتنهام كذلك مع أعتقد مدرب مونتيري المكسيكي أبل فيريرا مدرب بالميراس في الدوري البرازيلي. أسماء كبيرة قادرة أنها تنتشل النصر في هذا التوقيت تحديدا يعني أنت لازم تبلش مشروع. لكن اختيار سيد ميخيل أنخل روسو أنا يمكن أكون متفائل بحمود وأحط أرقام إيجابية. الناس تكلموا عن 6 مباريات يمكن بلش فيها الموسم بشكل سيء مع بوكا لكن بوكا حاليا كرة أرجنتينية يمكن ما يخفاك ولا يخفى أبو محمود ولا أبو خالد أن حاليا المتسيد الساحة الأرجنتيني هو ريفر بليت رفقة المدرب جاياردو.
ميخيل أنخيل روسو استلم بوكا جونيورز بداية موسم 2021 نقل الفريق من كرة مملة إلى كرة هجومية. جميل. قدر أنه يهزم ريفر بليت جاياردو في مناسبتين، حقق الدوري الأرجنتيني. كذلك يمكن كان العتب عليه من جمهور بوكا وإدارة بوكا أنه خرج ببطولة البطولة الأهم القارية، بطولة الليبرتادوريس أمام فريق أتلتيكو مينيرو. وكذلك يعني نحكم النصراوي يا محمد مفاتي. لا المدرب في بشرة خير. ما يصير نحكم عليه يعني حكم مبدئي ظالم، عنده بوادر، حقق كاس ليبرتادوريس مع البوكا في 2007، يعني يملك هويه اعتقد انها اتضحت في 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 ادائه ومسيرته مع بوكا جونيورز. اعاد احياء لاعب بحجم كارلوس تيفز عمره 36 او 37 سنه، وصل لسجل تهديفي او رقم تهديفي مرعب بالنسبه لعمر كارلوس تيفز. المدرب يعني يستحق فرصه على الاقل لنهايه ثم تبدا باعاده التقييم. يعني بالضبط. نعم. ما له داعي تسوي تغيير خلاص. اتوقع ما شاء الله تبارك الله. محمد طبعا تكلم عن جميع جوانب مدرب نادي النصر الجديد. بعيد عن مدرب نادي النصر، كان في تصريحات ادلى فيها طبعا بيلينغهام لاعب دورتموند بعد الخساره من الكلاسيكو ضد بايرن ميونخ، والبلنتي الشهير اللي طبعا غرد هالاند ومن ثم رد عليه. الكلاسيكر يزعل عليك خليفه. الكلاسيكر خليفه لابد ان يدقق لنا بعدين. ما شاء الله من الاسماء الالمانيه خليفه لسانه مو نفس لسانه. كلنا مفاجاه بنقول كلاسيكر نتفلسف. من هذا المنبر طبعا نتمنى السلامه لاخونا طبعا لوالده اخونا خليفه الفضلي وزميلنا، نسال الله لها الشفاء والسلامة التامة وما تشوفون شر يا أبو شمخي، وإن شاء الله تشوفونها وتقر عينكم فيها وهي بتم الصحة والعافية. نرجع لموضوعنا بالكلاسيكر. حلو. بيلينغهام انتقد وقال أن الحكم يعني عنده تاريخ من التلاعب في 2006 شلون يتم تعيينه في مثل هذه المباراة، والحقيقة نقولها أن رويس كلوب بلنتي. أبو حمود تشوف ما تدري أنت الاتحاد الألماني هل يعاني يعني بشكل كبير بهذا الأمر السطحي، يعني أنك تعين حكم يكون ماركس سفاير يكون عليه يمكن قضية مراهنات بتلاعب بالنتائج في 2006 وتسند إليه أقوى مباراة أو أقوى حدث في الدوري الألماني، وأيضا يمارس بعض القرارات الغير منطقية في 90 دقيقة وفي التوقيت صعب. ورغم من الفرق نقطة ما بين ميونخ ودورتموند إلا أنك أنت يمكن إحنا نقول الحكم قاضي ويعطي حكم في ثانية، لكن أنك تسند المباراة إلى حكم عليه أمر مسبق فهذه قمة السطحية من الاتحاد الألماني، والانتقاد في محله. لذلك هاسي اللي هو مراقب المباراة يمكن أشهر قضية واشتكى على بيلينغهام قضية سب وقذف وتشهير، على أنه يستبق الحدث على أن بيلينغهام يمكن تكلم بشكل فوق المتخيل يعني، وينطرون يمكن الحين العقوبة اللي تجي الفورية لكلام اتخذه بيلينغهام في المباراة. نعم. بالنسبة لك محمد، كلام بيلينغهام كان حق يقوله؟ أعتقد أنه يعني لاعب بهذا الدرجة من الاحترافية كان من باب أولى أنه يبتعد عن الدخول في مثل هذا المعترك، رغم أني ما ألوم صراحة يعني وضع دورتموند لما تلعب كلاسيكر أمام خصم يعني متفرد في الساحة المحلية في السنوات الأخيرة. أكيد أنه لما تشوف قرار مثل قرار بلنتي رويس أو ركلة جزاء رويس اللي كانت واضحة، فأعتقد أنه يعني تصريح بيلينغهام وكذلك تصريح هالاند يعني تصريح يعني جماهير. كان أعتقد ردة فعل مشجع. نعم. ولحظية بس ما أشوفه بمرزوق أنه بسبب ضغط، يعني بسبب لأن المباراة نفس ما تفضلت أنت بين. نعم ضغط، بس أنت لاعب محترف عبد الله، لابد أنك تمسك نفسك في مثل هذه الأحيان. بس ترى الحكم عليه إدانة سابقة هو عليه وتسند الكلام المباراة اللي قاله، فالوضع صعب جدا. الحين يعني الكلام اللي قاله إحنا بعيدين عنه، نقدر نقول إن كلامه صحيح 100%. صح. لأنه ما راح يجي الحكم يقاضيني كلامه صح. واحد عليه تلاعب والبلنتي كان واضح، بس منك انت كلاعب موهوب شاب صغير اتوقع انها خطر عليك عبد الله. صحيح. ممكن تاثر على والغريب طبعا على اللي صرحوا للاصغر لاعبين اللي هم بيلينغهام وهالاند. صح. ومو المان. ايه. يعني تحس ان كان اللاعبين الالمان كانوا بينستران الحكم، يعني الحكم هذا كان يعني في تلاعب عنده في 2006 ليش خلوه يكمل؟ اتوقع هني وقتها حسب خبري ان بيكنباور طلب من الصحافه ان راح نستضيف احنا كاس العالم راح ياثر علينا هذا الاخبار هذه. إيه. فتستر إيه. على الخبر هذا. فعشان كذا هو كمل يعني معهم. طبعا عندنا تصريح اخر طبعا من كاسان ومقطع فيديو انتشر في السوشيال ميديا خلال الاونه الاخيره من مقابله للاعب الايطالي ابو خالد، قال انه والله كريستيانو او ما في رونالدو واحد هو الظاهره وميسي افضل منك بكثير، وانتقد رونالدو على العلن، ومن ثم كريستيانو رونالدو دخل عليه بالواتساب. هذا حسب ادعاء كاسانو الكلام اللي قاله انه اخذ رقمي من بوفون ورد عليه قال شلون تقول كلام مثل هذا. فتعليقك على الحادثه اللي صارت يعني. والحين من الغلط راح يكون هل هو كاسانو انه قال الكلام او انه غلط من كريستيانو؟ نعم. انا اشوف انه
الغلط من كاسانو مو لأنه هو قال هالكلام، قال راية، لا إنه طلع بالإعلام وقال إن كريستيانو رد عليه وكذي. يعني أنا ما أعتقد إن كريستيانو، طبعًا تصرف طفولي بالنسبة لي من كريستيانو، إن أنت شلون ترد على اللاعب بطريقة هذه، إنه ما عجبك راية. لكن هم في نقطة مهمة، إن أنت ما أعتقد إن بس كريستيانو اللي هو عنده العقلية هذه. أتوقع إن في وايد لاعبين محترفين إحنا ما نعرفهم، ما نعرف أخبارهم، مو معناته إن ما نعرف أخبار معناته إنهم زينين ملاك، لا. يعني ممكن في ناس كريستيانو في أكثر من لاعب ممكن، طبعا إلا ميسي، لأن ميسي حتى بالملعب يعني شفنا مثلا أكثر من موقف أنه ما يهتم بهذه الأمور هذه حتى بتصريحاته يعني. بس من اللاعبين الثانيين أتوقع في أكثر من واحد نفس كريستيانو، صح. وكاسانو كان المفروض ما يقول هالشيء، أن كريستيانو رد عليه قول رأيك خلاص يعني. طبعا هو، وأنا أشوف أن كاسانو ما قال رأي، قال شيء غلط. مو ما في رونالدو واحد، لا مو صحيح، هذا رأي، لا مو رأي، هذا في رونالدو ثاني وعنده 5 كرات ذهبية. يعني ثلاثة تقدر تنكر مسيرة، ثلاثة تقدر تنكر اسمه، ثانيا يعني كان في تقليل واضح، يعني أتوقع أنه بالغ فيه. أشوف كريستيانو غلط أنه رد عليه، لأن كاسانو يبي يطلع فيها ويقول له ترى رديت، رد علي وجاء كلمني، يبيها تصريح، لأن كاسانو مثل ما تعرفون الحين ما يمارس يمكن أي مهنة. اللي اختار رونالدو ظاهرة أكثر من واحد، شوف خاصة نوعية كاسانو، هم يحبون لاعبين موهوبين، لاعبين موهوبين اللي نفس نوعية ميسي، عنده مثلا ميسي، روبرتو باجيو، عنده اللاعبين الموهوبين، عنده أفضل من اللاعبين اللي مثل كريستيانو، صح. يعني لاعب مثل كريستيانو عنده مميزات ثانية غير عن ميسي، فهم يحبون نوعية هذه مثل ميسي، صح. روبرتو باجيو، وكذلك أبو خالد ترى مارادونا. حتى لما تقول أنت اللاعبين الموهوبين، أنا أختلف وياك بجزئية، وافق بجل كلامك يعني للجزئية هذه. أنت بتقول اللاعبين الموهوبين يعني معناها كريستيانو موهوب، هذا الناس قاعد تاخذ 100% كريستيانو موهوب، لكن موهوب في جانب معين، هذا قصدي. أن في جانب معين موهوب في كريستيانو، وفي جانب معين موجود في بالتالي دي ان اي اللاعبين، يعني الجانب من اللاعبين بالضبط، اللي هو ميسي، قاعد نتكلم عن روبرتو باجيو، مارادونا، رونالدو ظاهره، في نوعيه من اللاعبين يحبون النوعيه هذه من اللاعبين، صح. ما يحبون الموهبه اللي الجانب الثاني من الجانب اللي هو مثل نوعيه كريستيانو. نعم بدون ادنى شك. عندنا كذلك تصريح زلاتان ابراهيموفيتش اللي قال ان مانشستر يونايتد طبعا نادي انت تشوفه كبير، ولكن لما تدخل داخل وتشوف شلون تتعامل الاداره وما الى ذلك تكتشف انه نادي صغير. او بنقل صراحه تصريحه حرفيا، الجميع يعتقد ان مانشستر يونايتد نادي كبير، واحد اغنى الانديه واقوى الانديه بالعالم، هذا ما بدا لي من الخارج، ولكن بمجرد ما اصبحت هناك وجدت عقليه صغيره ومغلقه. ايش رايك تتجرد من الكونك مقدم؟ اتمنى والله. وتكلم كونك مانشستر راوي. شوف غرت بتويتر عن هذا الموضوع، انت لا يمكن انك تنكر ان مانشستر يونايتد فريق كبير، لان هذه من المسلمات، هو فريق كبير. الاداره اذا كانت عقليتها صغيره، فمنو اللي عقليته صغيره او منو الصغير؟ الاداره، صح. فما يصير انك تخلط ما بين النادي وما بين الاداره، خصوصا ان مانشستر يونايتد نادي كبير ونادي الاغنى بالعالم، هذه حقائق ومسلمات ما حد يناقشها. اما موضوع زلاتان ابراهيموفيتش، انا اشوف غير شوي بصياغه الجمله، صحيح. نفس لما انت يكون عندك تصريح مو قوي حيل تعطي شويه بهارات، صح. يطلع وسناد اللي كلامك، ترى اول مؤتمر صحفي كان او من اوائل المؤتمرات الصحفيه كانت حق مورينيو في مناخ مانشستر يونايتد وبيئته، كان يقول ان مانشستر يونايتد كفريق هو فريق مو كبير، لكن كنادي هو كنادي عريق. في فرق انك تكون نادي عريق، في فرق انك تكون فريق انت مو كبير، كونك غبت من 2012 عن منصات تتويج وغبت عن ابطال اوروبا وما شارك ذاك فريق كبير وحصلت النتائج، فانت كفريق مش كبير، كنادي لا، انت من اعرق الانديه. فعلا بعد. كلام سليم، ما اختلف مع عبد الله بلوشي. نبي نروح فاصل ونرجع مع الفقره الفنيه باذن الله. فاصل وراجعين معكم. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره اخرى. مثل ما عودناكم بالفقرات المميزه عبر برنامج صوت الجماهير، عندنا الفقره الفنيه اللي نتكلم عن امور فنيه راح يقدمها عبد الله البلوشي. تفضل. العافيه محمد. عافيك. والان مع الفقره الفنيه الخاصه في برنامج صوت الجماهير، اللي من خلالها عودناكم بشكل اسبوعي اما نتكلم عن فكره فنيه او نحلل المباراه من جانب فني عميق بحت. فاليوم راح نتكلم عن فكره فنيه، او بشكل ادق راح نتكلم عن مصطلح فني متداول كثير يعني المتابعين كرة القدم، اللي هو أنصاف المساحات أو الهاف سبيسز. أول شيء نبي نعرف اصطلاحا شنو معنى الهاف سبيسز، أو وين المساحات اللي تتكون منها كلمة الهاف سبيسز. أولا المنطقة أنصاف المساحات تمتد من منطقة الستة ياردة الخاصة بفريقي أو في فريقي كمدرب إلى
منطقة 18 للخصم بشكل طولي. نعم. يعني من منطقة البوكس كوني من فريقي إلى بوكس الخصم بشكل طولي. وعشان نتعمق أكثر بالمساحات هذه، نعم. الملعب ومرزوق يتقسم بشكل تقليدي عند المدربين إلى يمكن يتقسم إلى 6 تقسيمات بشكل عرضي وثلاث تقسيمات بشكل طولي بحيث يتكون 18 مربع. نعم. في يمكن إحصائية قديمة أو إحصائية سابقة، مش قديمة كثير، إحصائية سابقة، أكثر منطقة يتم تسجيل الكرة منها أو تسجيل الأهداف منها هي الزون روم 14 أو المنطقة روم 14. بشكل أدق المنطقة هذه تتواجد خلف محاول الخصم وأمام قلوب الدفاع. مع تطور كرة القدم ومع تطور أفكار كرة القدم، المدربين حاولوا أن يلعبون، أو في أغلب الفرق تحاول تلعب بالديب بلوك، تغلق المساحات وتغلق عمق الملعب. تشوف فريق يلعب بثلاث قلوب دفاع وأمامهم محورين أو أربع مدافعين وأمامهم ثلاث محاور لإغلاق العمق. لذلك مع تطور أكثر لكرة القدم وأكثر تطور لأفكار مع الأدوات الفنية المتطورة أكثر، نشوف المدربين قاموا يلعبون مش بعمق الملعب، يحاولون يتجهون على الأطراف أو يلعبون كرات طولية خلف الأظهرة. لذلك ميزة أو الغرض من أنصاف المساحات هي أن دائما تكون في أنصاف المساحات في عنصر مفاجأة، دائما يكون اللاعب اللي يشغل المناطق هذه يكون لاعب عنده إدراك ووعي كامل في متى يدخل بالمساحة بالوقت وبالمكان المناسب. يمكن دائما بوجه كلام حق مرزوق، تذكر يمكن موسم أنريكي الثلاثية كان أنريكي استقطب راكيتيتش لشغل هذه المناطق. صحيح. والعنصر المفاجأة اللي أقصد فيه اللي هو في شغل الهاف سبيسز هي أن اللاعب يكون غالبا اللاعب اللي يشغل المناطق هذه غير مراقب، يعني يلعب 1 2 او ال 1 3. ال 1 3 يكون للثيرد مان رانر اللي هو اللاعب الحر الغير مراقب. فهذه من الافكار الحديثه في كره القدم. في تختلف ما بين مدرب ومدرب اخر كيف انك تشغل الموضوع الهاف سبيسز. مثلا انريكي مع برشلونه كان يلعب بالثلث الاخير باجنحه يلعبون على عرض بالملعب اللي هو ميسي ونيمار. فنشوف المساحه ما بين قلب دفاع وظهير الخصم يشغلها اما الفيس او اما راكيتيتش، في الجانب الاخر اما البا او انيستا. اما في ريال انشيلوتي بالفتره الاولى كان يلعب، لا كان يخلي الاظهره تتواجد بعلى نقطه بعرض الملعب بحيث ان رونالدو وبيل هم يشغلون المناطق هذه اللي هي الهاف سبيسز. كذلك السيتي مع غوارديولا في 3 سنين اللي فاتت كان يجعل الاطراف الاجنحه ساني وستيرلينج في اعلى نقطه بعرض الملعب، واللي يستغل الهاف سبيس اللي هو دي براين والروج او الاستاد في استغلال الهاف سبيس اللي هو سيلفا وبرناردو لا اللي هو ديفيد سيلفا كان الاستاد في شغل هذه المناطق. لذلك انت في انصاف المساحات تحتاج الى لاعب تقني وعنده الوقت وعنده الادراك والوعي الكامل انه متى يتداخل في هذه المناطق. وهذا يمكن الشرح، واتمنى يكون شرح وافي لمصطلح الهاف سبيسز او الانصاف المساحات. انا اليوم عرفت صراحه الهاف سبيسز عن طريق عبد الله البلوشي، دائما اسمعها الكلمه وتوني فهمتها. شكرا لك على هذه الفقره الفنيه. فاصل وانا اعود معاكم للحديث عن مواضيع اوروبيه اخرى. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره اخرى. نتكلم عن تصريح مولر بعد ما اخذ ميسي الكره الذهبيه من طالعك شو الكره. يقول الكره الالمانيه يجب ان تاتي بانجازات عالميه واوروبيه اكبر لكي تلفت نظر الاعلام ولكي ياخذ كل لاعب في الدوري الالماني حقه. وسنبدا من ذلك مباراه برشلونه. شخصنا والله يا ابو حمود شخصنا، يعني مع كامل الاحترام كله ميسي ملاعبنا ولا اعرفه الحين خلاص اعتقد يقول ما اعرفه اليوم بعيدا بعيدا ولا نعرفه، يعني بخصوص مباراه بايرن تعرف ان مباراه محك رئيسي يا ابو حمود. بالنسبه للمولر يعني بعيدا عن اعترافي كمتابع كره القدم ان هاللاعب اندر ريتد، يعني لاعب مظلوم بشكل كبير ولاعب يمكن شخصيته وهالتصريحات اللي يطلع فيها مولر هي اللي يمكن تخليه يمكن مثار جدل دوما. نعم. اولا تصريحه غير منطقي، انت صراع فردي بحت بين ليفاندوفسكي وميسي على جائزه كره ذهبيه يستحقها ميسي 7 مرات، مو مره واحده 7 مرات.
تشخصن الموضوع ان تخلي المعيار ان اثبات الجدارة والاحقيه. يا خوفي يسمعك وياخذ سبع صد بالمره. لا 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 اسمعني ابو خالد، انا تصريحي مثل ما قال لابورتا ومثل ما قال تشافي راح يرميون خنفوس. بالعكس الواحد لازم لابد انه يثق بقدراته، يثق بياما بحظوظه، لكن تصريح مولر غير منطقي ابو حمود. اولا فوارق الفنيه الشاسعه بين برشلونه وبايرن بالارقام تهديفيا، قول تعالوا لنا 2009 يعني تعالوا والله والله تعال لنا 2009 بعدك والله مداويك 4-0 معطينا 4-0 هو موجود. لذلك التصريح ابدا ما كان منطقي. انت تتكلم عن يمكن عكس لاعبين يعني. لا ابو خالد انت فوارق شاسعه بين برشلونه وبين بايرن ميونخ، مساله انك تثبت احقيتك على على مع برشلونه وتشخص ليش ياخذها شخصيه ليش شخص الموضوع خايفين. بالعكس تدري التصريح يعني الاذكى والاشمل اقول ان راح نثبت للعالم وللجميع ان بايرن قادر على ان يحقق سداسيه جديده وهو مرشح مرشحين دوري الابطال، لكني اروح بكل يعني بروده اعصاب ان راح احقق وراح اتوقع كم هالمره 10 ولا 12 لا والله مشروب فنجانهم باذن الله والله والله يعني. اسمع مشروب فنجانهم والله يوفق دينامو كيف ضد بنفيكا. كف 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 الحين تبي المباراه ولا تبي مشروب فنجانهم؟ هذا مقطع ترند ان شاء الله بعد المباراه ان شاء الله يفوزون. انا بعد التصريح هذا راح اشجع برشلونه. شوف على فكره على فكره اقوى ترند اقوى فيديو اذا جاء تعرضه في الشاشه هذا نعرضه بس على حسب بس اقول انت انا 13 مطاش لا تخلي الجزء الاخير قاعد اقول لك الله يوفق دينامو كيف ضد الفكره عاد افهم يعني. عموما بعيدا عن برشلونه عندنا ليفربول، شنو الفوارق ابو خالد بين ليفربول موسم طبعا ليفربول موسم ثنائيه الدوري والابطال 2019-2020 وليفربول الحالي؟ تفضل. الفرق بينهم ان قاعد يعني نشوف ان مساهمه في من اللاعبين الوسط نعم. في مساهمة في التسجيل مساهمة في الصناعة صحيح. وبنفس الوقت أنت طلعت أفضل ما في محمد صلاح نعم. محمد صلاح استفاد من اللاعبين الوسط نعم. هذه طبعا موجودة عندك 19 أبو خالد. الفرق يقول لك أنه كان يلعب 36 مباراة، الفوز 32 مباراة، التعادل 3 مباريات، الخسارة 3 مباريات، الأهداف 85. هذه بالنسبة أبو خالد لموسم 2019-2020 هني أبطال الدوري. أبطال الدوري طبعا نعم. حسم الدوري هني آخر 7 جولات وكان رقم قياسي نعم. واخر 7 جولات كان الوحيد اللي قاعد يلعب هو صلاح كان يبي يصيد رقم الهداف. والموسم اللي قبله نفس الشيء، الموسم اللي قبله كان صعب. طبعا هذا الموسم صعوبته ان انت لعبت كاس سوبر، لعبت كاس العالم للانديه نعم. ونفس الوقت استمريت في الفوز برقم قياسيه صح. الفرق في ذاك الموسم مع هذا الموسم هني في صار في زياده الحين في عدد الاهداف، في صناعه الاهداف من لاعبين الوسط، نفس الشيء من لاعبين الاظهره، صار في ثنائيات بين ارنولد بين نعم. مع صلاح، ونفس الشيء مع روبرتسون نعم. تغير مركز ارنولد بعد صار يزيد بالنص، قام يلعب بالهاف سبيس اللي يتكلم عنها تو ادوار بلوشيش. فاللي قاعد يصير الحين صلاح قاعد يطلع افضل، المدرب قاعد يطلع افضل ما فيه، افضل لاعب عنده يعني نفس ما كان كنا نشوف مثلا برشلونه مع ميسي انه يتوظف في افضل مكان يستفيد من ميسي، نفس الشيء مثلا بالارجنتين ما قاعد نشوف هذا الشيء، ممكن ما قاعد يتوظف بالطريقه المناسبه. مع صلاح مع ليفربول قاعد يتوظف في اماكن وفي صناعه الفرص، وكل اللاعبين قاعد يخدمونه. شوف دائما صناعه الفرصه لازم تمر من صلاح نعم. وصلاح يتشكل ثنائي مع ارنولد نعم. ارنولد نفس الشيء دائما يفكرون فيه، نفس الشيء قاعد يحمس وتاثيره على باقي اللاعبين صح. نفس الشيء قاعد يأثر على ماني، أثر على جوتا ينافس فيرمينو صح. فمنافسه بين اللاعبين جوتا 7 مباريات 6 اهداف اي، وحتى فيرمينو شوف فيرمينو لعب 4 مباريات 4 اهداف يعني حتى فيرمينو كان ممتاز. حتى صح. تطور الكانتر اللي انتقدوه الموسم اللي طاف صحيح الحين. بالضبط الثنائيه هذه صارت بين فابينو الكانتر شيب من الدكه شفته زلوفه صاروا بيض اي بس شوف طلع الحره وجوده بالملعب تياجو مفيد مع فابينو، هذا ذكرناه حتى قبل بدايه الموسم لان فابينو هو اللي يغطي المنطقه اللي في قطع الكور نعم. الاداء الدفاعي ممتاز جدا تقدر تعتمد عليه بروحه، اما تياجو لما يكون موجود يقدر ما يحاتي الادوار الدفاعيه لان عنده فابينو وهو اللي يعطيك الاختلاف اللي مو موجود في السنين الماضيه يعني نتكلم عن هويه تياجو اللاعب اللي يملك الريسك والباص التمريرات اللي كلها للامام. في السنين اللي طافت كان يفتقد كلوب للاعب يكمل على عمل المنظومه او يكمل الخلل اللي ما كان موجود في نص الملعب نعم. فهذا اللي ظهر مع تياجو. محمود استكمال يمكن الحديث ابو خالد، اعتقد يمكن حاليا ليفربول يمكن اكثر فريق اعتقد في دوري الابطال في قرعه دور 16 يجب ان يخشاه جميع انديه اوروبا صحيح. لعب مباشر دايركت بلمستين ثلاث لمسات تشوف صلاح ولا ماني منفردين كذلك جوتا
التمريره والحل يجيك من فابينيو. انت تاهل احسن لك يجيك الله يصيدون يجيك من تياجو. والله انا اقول بخالد لو تاهلنا وبارين ليفربول شبكني منه اساسا. اقول لك الحل يجيك من فان دايك قلوب الدفاع روبرتسون الاظهره الارتكازات كلام فابينيو تياجو الحلول يعني الفتاكه بلمستين ثلاث لمسات تشوف صلاح وماني وجوتا امام المرمى فعلا. اعتقد ان ليفربول اخطر فريق ممكن يواجه فريق في دوري. قاعد تقول ان ليفربول ما يعتمد على الاحتياط، ما عنده لاعبين احتياط، يعتمد على لاعبين اساسيين. غير صحيح الموسم هذا، حتى الحجه هذه قاعد يقولها لاعبين فريق تشيلسي، الحجه هذه موجوده. ليفربول من بدايه الموسم لعب الحين 21 لاعب، 21 لاعب مو دخل بديل هذا اللي بدش بدقيقتين، لا بدا اساسي ممتاز. 21 لاعب مختلف، بس في احد حسب الشيء؟ ما حد حسب الشيء. ليش؟ لان كلوب يعرف يستخدم لاعبين الاحتياط في المنظومه. فتشيلسي لما يقول كان عندي اصابات، اصاباتك ما تقارن في ليفربول الموسم الطاف. لا اصابات هذا لازم تصير في الماراثون للسباق على اللقب. ليفربول والسيتي تحوش المصابات لكن ما تحس بهذا الشيء. تشيلسي دام انت عندك اصابات لازم مدرب يستخدم لاعبين الاحتياط ويعرف شلون يدور بينهم. ما قاعد اتكلم عن اصابات اللي 6 شهور، لما تصير اصابه 6 شهور في اكثر من لاعب معناته انت تعتمد على الاحتياط والمدرج. نعم. بس الحين لا، انت الحين قاعد تعتمد على اللاعبين الاساسيين، وممكن مثلا ساول كصفقه مثلا ما استفاد منها وفي اكثر من لاعب. لعبتك الماراثون عاد ما شاء الله. تشارك ما شاء الله ماراثونين. عندنا ايضا موضوع مهم منتشر في السوشيال ميديا في الاونه الاخيره حتى على مجال البرامج التلفزيونيه. شفنا كثير من طبعا المحللين الاجانب اللي يتكلمون عن تاثير كريستيانو رونالدو على المنظومه، وان مانشستر يونايتد قاعد يعاني دفاعيا بسبب تواجد رونالدو. لاعب سجل طبعا 800 وهدف في تاريخه، فقاعد يقولون انه ياثر على المنظومه سلبا. وعندنا هذا طبعا الاحصائيه اللي موجوده امامنا السلايد. قبل لا تعلق عليه البلوشي بقول لك السلايد. المباريات 16 مباراه، الاهداف 12 هدف، الصناعه هدفين، معدل التسديدات في كل مباراه 3.5، رجل المباراه في 3 مباريات. طبعا انت بتتكلم عن هذا الاهداف، اليونايتد قاعد يمر حاليا في مرحله جدا سيئه، وست اهداف منهم بابطال اوروبا، يمكن 5 منهم حاسم فعلا، وزائد انه يخرب المنظومه يعني. زين شوف بحمود، يمكن انا مو اقول لك ما اعترف بالكلام هذا، لا اختلف. نعم. اختلف وياه يعني، اختلف وجهه النظر يعني. كان من كان المحلل اللي هو نعم. كان محلل اجنبي يتكلم عن الموضوع كامل على ان رونالدو ما مايكل كوكس نعم. طلع بصحيفة ذا أتلتيك وقال إن رونالدو ما يضغط. نعم. لكن شوف أبو حمود، أنا بالنسبة لي هذه قاعدة، أي خطأ يصير منظومة اللعب أو أي خطأ يحدث في خطوط ثلاثة لأي مدرب كان، مش أنا اللي أقيمه خلف الشاشة، أقرب خطأ يشوف المدرب قبل صح. أي رجل آخر. نعم. فما أظن المدرب من سولشاير إلى رانجنك حاليا زين ما أشوف إنه في خلل أشوفه أنا ولا يشوفه مايكل كوكس وما يلاحظه. نعم. سولشاير، هذا أولا. ثانيا الدرع ان هذا الكلام حصه حلوه درع نجبل اي لا بديل على شنو اجل زين يعني حصه تدريبيه مكون من 45 دقيقه ونظرا للمناخ ما كان غير كان غير مناسب، ما كملوا حصه تدريبيه. وانت قاعد تتكلم عن مدرب يمكن افكاره جدا مشابهه ليورجن كلوب زين، ويحاول يعني وافكاره تتطلب الى يعني متطلبات بدنيه عاليه فيها استنزاف بدني، كونك انت تعتمد على الضغط العالي، ولما تكسب الكره تعتمد، لما تخسر الكره تعتمد على الضغط العكسي. رونالدو يمكن المباراة اللي طافت يمكن مانشستر يونايتد استرجع الكرة أكثر من 12 مرة تقريبا. تخيل أن العدد هذا 12 مرة متى تحصل على فريق من أيام السير من 2012؟ تخيل. والمنظومة كان فيها كريستيانو رونالدو وكان في عدد، يمكن ما يحضرني العدد يعني الرقم بالضبط، كان الطريقة أو الخريطة الحرارية اللي ضغط فيها رونالدو كان أغلبها في ثلث الخصم، وتكلم عن رجل عمره 36 سنة. يعني المشكلة بلوشي مو من رونالدو نفسه، من توظيف رونالدو والفكرة من المدرب. إذا أنت الحين المشكلة سولشاير يعني أسف على المقاطعة، سولشاير ما كان يضغط ضغط يعني ما كان يلعب ضغط عالي صح. كان يلعب ديب بلوك يسكر المساحة، لما تقول ما يضغط ضغط عالي بس بنفس الوقت كان الحين ينتقدون كريستيانو على الضغط. الضغط اللي يسوي اللي مطلوب منه كريستيانو هو الضغط، ما يصير لاعب واحد، ما يصير لاعب واحد يضغط بالمجموعة صحيح. مرات تشوف اللقطات هي عبارة عن سلسلة، إذا تذكر مثلا كريستيانو مثلا مع برشلونة لما كانوا يلعبون التيك تاك وكانوا يلعبون تشد مدريد، تذكر لما كان كريستيانو بروحه يروح بعدين يقول دشوا، هذا اجتهاد من كريستيانو، لكن صح. الفكرة ما كانت في المدرب صح. المدرب ما كان يضغط صح. لأن الضغط دائما يكون مجموعة بالضبط. حتى نفس الشيء لما نشوف كافاني مثلا لما يضغط بروحه ويروح يركض، هذا اجتهاد منه طبعا، بس إن الضغط من كريستيانو سولشاير ما كان مطلوب طالب من اللاعبين. الحين لما يتغير المدرب
ويطلب من اللاعبين راح تشوف ان كريستيانو راح يضغط. وهذا اللي صار بعد وهذا اللي صار بعد المباراه. رانجنيك قال ارفع القبعه لكريستيانو رونالدو نظرا للمجهود طلبه منه. صح. انت هني ابو حمود قاعد تتكلم عن سلوك لاعب, ورونالدو يمكن اكثر لاعبين بالتاريخ احترافيه في استيعاب اي فكره لاي مدرب كان. فعلا فعلا بدون ادنى شك تشافي يا محمد خسر في مواجهه باريس, اول مره يخسر طبعا بملعبه وبتواجد جماهيره في الكامب نو مع طبعا فريق مجتهد ومثابر جدا اللي هو فريق بيتس مع بلغريني, فاز على طبعا فرق التوب فور اذا سمينا فرق التوب فور بالدوري الاسباني خلال عام ونصف. تعليقك على هذا الخسارة؟ فريق محترم بلا شك, وخصم يستحق انه يحقق انتصار على برشلونه. ومثل ما قلنا ابو حمود عليه هنون الشباب, يعني قلنا ان تشافي في مهمة صعبة. تشافي يعني الخسارة هذه أو كابوس وشبح الخسارة هذا شبح أسبوعي ممكن يواجه برشلونة أحسن يجي من الحين في كل أسبوع. نعم. لذلك أنا حتى في هذه المباراة تحديدا أعتقد أن تشافي, وإن لم يتطرق تشافي وما ذكر وذكر قبل المباراة أنه داخلين نفوز على بيتيس أساس نقلص الفارق الكبير الشاسع الحين مع الريال, تتكلم عن حسم الليغا أو حسم مبكر الليغا بالنسبة لريال أنشيلوتي. نعم. لكن أعتقد أن تشافي كان يفكر تفكير خارج الصندوق, هو اللاعبين في مباراة بايرن شفناه بإراحة أو هالشيء ظهر بإراحة ديونج بإراحة ديمبلي إريك غارسيا بيكيه, لما تشوف كوتينيو أساسي, لما تشوف كذلك عبد الصمد الزلزولي كجناح, كذلك أكثر من عنصر كانوا يعني موجودين حتى بعد إصابة غافي ما لعب بفرينك ديونج. فواضح أن تفكير الفريق منصب على مباراة بايرن. صحيح. كذلك المباراة هذه يا أبو حمود تأكد لك بيان قيمة ميسي التهديفية, لاعب حقق ارقام وكان يشيل الفريق وينتشل الفريق. ترى عندنا اليوم نقاش مطول عن ميسي طبعا مثل ما اسف على المقاطعه اخوي محمد, ولكن اكيد ان عندنا الفقره اللي دائما ترتقبونها وهذه المره صراحه يعني منتشره جدا في وسائل التواصل الاجتماعي عن استحقاق ليو ميسي. فاصل ونعود معاكم بالمواجهه من برنامج صوت الجماهير. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره اخرى في فقره المناظره او المواجهه, سمها ما شئت, لان هذه الفقره لها صدى كبير من طبعا متابعينا اللي نلتمسه منهم, لان فيها الراي والراي الاخر, كل واحد من طبعا ضيوفنا وروادنا يتبنى راي معين والثاني يرد عليه ايضا براي مختلف, ونرد في الحجه بالحجة. في بداية الأمر طبعا مناظرتنا راح تكون طبيعي عن الكرة الذهبية ومدى استحقاقية ميسي لهذه الكرة. هل يستحق ميسي الكرة الذهبية؟ السؤال موجه لناصر حسيني. ما يستحق لا الأول ولا الثاني ولا الثالث. احلف. ناصر حسيني يقول ما يستحق. محمد مرزوق, هل يستحق ميسي الكرة الذهبية أو ما يستحق؟ عرفت الجمهور بمدرجات لما يقولون ميسي ميسي ميسي. إيه؟ يقول يستحق 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 بالسبعة بعد. حلو, سبع كرات ذهبية عند ليو ميسي. ومحمد مرزوق يقول يستحق. 30 ثانية عند ناصر حسيني, لماذا لا يستحق ميسي لا الأول ولا الثاني ولا الثالث على قولته؟ طبعا أنا أحب ميسي, يعني أشوف اللاعب أفضل لاعب شاهدته من عصرت الكرة يعني. نعم. ميسي عجوبة, ميسي لاعب متكامل, لكن هذا بالسابق كان بروحه يعني يكون يعني من افضل اللاعبين, افضل لاعب في السنه, لانه هو لاعب شامل. بالنسبه لي ميسي روعه, لكن هذه السنه في اكثر من لاعب قدر يسوي اللي كان يسويه ميسي كتاثير في البطولات وكسنه كامله مع الفرق اللي هم لعبوا فيها. فانا اشوف ان ميسي ممتاز, لكن هذه السنه اكثر من لاعب يتفوق عليه. واضحه طبعا وجهه نظر ناصر. في اقل من 30 ثانيه قال لك لماذا لا يستحق ميسي لان في غيره من اللاعبين اللي يستحقون. 30 ثانية عند محمد مرزوق, لماذا يستحق ميسي الكرة الذهبية؟ مشكلة 30 ثانية, مشكلة 30 ثانية ما راح تكفي, عندك وقت غيره. هداف ليغا طبعا, سجله التهديفي بالليغا بلش من بعد استقالة بارتومي. تتكلم عن برشلونة مركز 12, ميسي انتشل الفريق وصل الوصيف, حتى مباراة غرناطة كان الفريق يحلم بالتتويج في الليغا, هذا كله بسبب ميسي. هداف كوبا استثنائية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى, اللقب اللي كان يحجون ميسي انه فشل يفشل دائما فشل ذريع مع المنتخب, اللاعب الوحيد في تاريخ كرة القدم اللي يحقق في بطولة دولية هداف اسيست رجل المباراة افضل لاعب في البطولة, احتكر كل الارقام. تتكلم عن لاعب
حقق مع ليفاندوفسكي من بداية 2021 نتكلم عن 23 هدف لميسي، كذلك 23 هدف لليفاندوفسكي. واضحة وجهة نظرك أبو خالد. طبعا رد عليك محمد مرزوق، لماذا ميسي يستحق في 30 ثانية؟ الحين عندك دقيقة قبل ما يرد محمد، كذلك في دقيقة تفضل. طبعا هم يتكلمون أن الكوبا يحسك أنها كأس العالم، يحسك يقول كوبا استثنائية. طبعا كوبا استثنائية، هي استثنائية قاعد تصير حق ميسي. ما يصير أن في كل أربع سنوات تصير أوكي أمورها طيبة، بعدين يخلونا كل سنة، بعدين يخلونا كل سنتين إلا ميسي يأخذها. حتى اللاعبين في كذا لاعب قال خلاص أعطوها ميسي، يعني لمتى نلعب الكوبا في أكثر من سنة؟ عشان كذا هي كوبا استثنائية. وكوبا وبطولة دولية، كوبا بالبرازيل يلعبون الاحتياط، أغلب الفرق يلعبون احتياط. بعدين كقارة أغلب اللاعبين الموهوبين لاعبين النجوم يلعبون في أوروبا، قاعدين يلعبون في المنتخبات الأوروبية، ما يلعبون في المنتخبات الأمريكا الجنوبية. في أمريكا الجنوبية بس فيها البرازيل، برازيل مو زين، طلع لهم تشيلي مرتين خذوا منهم اللقب. فهي كوبا استثنائية، وخلي يحسسك انها كأس العالم، ويقيمك انها انه يستحق الكرة الذهبية، كان اعطوها اللاعبين اللي فازوا فيهم الكوبا بالسنوات السابقة. فهي مخلينها اوفر، لان ميسي بيحقق بطولة دولية. اذا لو محققها بداية مسيرته، كان الحين صارت نفس الهليلة اللي الحين مسوينها؟ لا ما اعتقد يعني. فعشان كذا هي يشوفون كوبا استثنائية. اما في وقت بعد عندك دقيقه 10 ثواني. انزين، فباقي الفرق. انزين، تقييم ميسي ما يصير للكوبا وينتهي السنه. تقييم مع باريس لازم يدخل مع التقييم هذا السنه. من اللي قالك باقي ربع ساعه؟ اوكي. كانت هذه وجهه نظر ناصر حسيني في الدقيقه. عندنا دقيقه مع محمد مرزوق يرد على الكوبا. ابشر. اولا ابو حمود، معيار او اقصاء وتهميش بطوله الكوبا كانها مخصصه لميسي، اعتقد ان ابو خالد يعلم يقينا ان الكلام هذا غير منطقي. لما يتكلم عن اغلب المنتخبات ما تملك خزينه او دزينه لاعبين، تتكلم عن منتخبات موجوده في تصنيف افضل 40، يعني نتكلم البرازيل ثانيه في تصنيف الفيفا، الارجنتين سادسه، اوروغواي، كولومبيا 15 16، بيرو 22، منتخبات موجوده لها 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 ثقلها ولها كيانها. لو لعبت في اليورو اعتقد يمكنها راح تحتكر اليورو لسنوات. دائما ربع اوروبا ما يخلون هالمعيار بالنسبه لانتقاد الكوبا. لما نتكلم، انا السؤال اللي يطرح نفسه صراحه امر غريب بالنسبه لابو خالد، بالنسبه لفاندوفسكي، بالنسبه لجورجينيو، شو اللي اختلف من بعد شهر سبعة في ظرف شهر ونص، خلى الأحقية والكرة الذهبية المحسومة اللي تغنى فيها ناصر الحسيني، اللي تغنى فيها ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي طلع بتصريح رسمي تاريخ 14 يوليو، قال أعتقد بعد يوليو كم ما أعرف، سبعة، شهر سبعة تعرف سبعة تموز. زين، حزيوان. عرفت يا أبو حمود. فنتكلم عن إنصاف كان حاضر من كل هذه الأسماء، كل هذه اللاعبين الإعلاميين. شو اللي اختلف؟ شو اللي تغير؟ أنا ماني صراحة قادر أفهم. حلو، جميل، كل واحد طرح وجهة نظره. في دقيقة ونص ذكر ناصر حسيني لماذا لا يستحق ميسي، وذكر محمد مرزوق لماذا يستحق. الحين عندكم ثلاث دقائق تتداخلون فيها مع بعض، وكل واحد منكم يقول وجهة نظره، ونبدأ من حيث ما انتهى محمد. أوكي. من قال تغيير منتخبات؟ تغيير منتخبات طبعا لما يلعبون مع بعض اللاعبين منتخبات الكوبا، فطبيعي تصنيف شهري، تصنيف شهري لما يلعبون مع بعض أي مباراة حتى ودية يزيد. فهذا مو مقياس إنهم التصنيف هذا الشهري اللي يصير للمنتخبات فهو صدق هذا المنتخب قوي، لا ما له علاقة. بعدين لما قال إنه شنو الاختلف، الاختلف أنا أقول لك، أنت متكلم عن البطولات، راح ناخذ اكبر بطوله في السنه هذه. شنو اكبر بطوله هذه السنه؟ لعبوا يورو، لعبوا امم اوروبيه، لعبوا تشامبيونز، لعبوا دوريات. راح نختار التشامبيونز. التشامبيونز اكبر بطوله كانت في هذه السنه، كان فيها كانتي هو افضل لاعب بدون اي يعني منافسه. السؤال الاهم، منو يستحق بالنسبه لناصر حسين؟ انا ما عرفت. انا اقول لك، انت قلت اول ولا ثاني؟ انت قلت لي شنو اختلف. انا اقول لك بالتشامبيونز كان كانتي يستحق كره ذهبيه، خلص التشامبيونز صار في كوبا ميسي بدع فيها ممتاز، يستحق فيها من بداية السنة لنهاية الكوبا ميسي يستحقها. شو اللي اختلف؟ بداية هذا الموسم اللي اختلف شنو؟ ما يصير صلاح يسوي أرقام قياسية بهذا. صلاح يستحق بالنسبة لك؟ صلاح يستحق شهر ونص على الكره الذهبيه؟ لحظه، لا انا اقول لا عشان الحين نقصد اقول لك يصير اتدخل معاه. بس هو يصير تكتيك. انا عندي ثلاث لاعبين، كيف يلعب فيهم؟ خالد خلينا نتفق على انا لا اتكلم اول ثلاثه بس عندي ثلاثه هم عندهم ليفا وبنزيما وصلاح، تختار لاعب فيهم اناقشك فيه. انت اللي تمثل. اقول لك انا ميسي، راح اقول لك ميسي فايق شاسع. اقول لك مثلا بنزيما الموسم اللي طاف اسوأ لاعب في الموسم هو فينيسيوس، اللي تحمله بنزيما ولعب معاه ولعب وتحمله وقاعد وسجل ويصنع. انا لما قلت لك ان ميسي يصنع ويسجل لاعب موهوب، لكن هذا بالسابق قبل لما كنا نشوف بس ميسي يصنع ويسجل. ادريش الاشكاليه يعني ميسي وين تصنع؟ ادريش الاشكاليه ميسي اللي يسويه ميسي قام يسوونه اللاعبين الثانيين، قام يسويه بنزيما، قام يسويه صلاح.
انه يصنع ويسجل. شوف ترتيبه بالحقيقه اي رقم؟ انا اشوف الرابع من بعد ليفا وصلاح وبنزيما. ناقضت نفسك انت وخالد. لا لأن بنزيما حتى بالامم الاوروبيه كبطوله دوليه ابدع وسجل بنص النهائي وسجل بالنهائي. مبارتين تعطي تخلي بنزيما يدخل دوليه حتى دقيقة. ميسي اول شيء خلينا نتفق ان معايير الكره الذهبيه دائما راح تكون مثار جدل. نعم. لانها ما ترتكز على معيار معين. صح. اولا من اللي افهم من كلامك لما تدخل كانتي وتدخل جورجينيو وتدخل الاسماء هذه، اولا اسمها جائزه الكره الذهبيه، تمنح لمجهود فردي لتاثير لاعب على منظومه وعلى فريق. ما في أسوأ من منظومة برشلونة، لا تتكلم لا تجادل. بالعكس أسوأ من منظومة. خلنا أشرح لك أوكي قول. بالنسبة لميسي ليفا لو تجيبه تشيله من بايرن الفريق المنظومة بايرن، ترى مو بس ليفا طبعا، بايرن 40% من أهداف بايرن سجلها ليفا، لكن 60% تشوف تشوبو موتينج، تشوف جنابري، تشوف غوريتسكا، تشوف ليروساني. لو أكلمك عن أهداف 14 15 جول سجل كل واحد منهم، لكن كاسهامات هجوميه بالنسبه منظومه برشلونه. خليني اقول لك كاسهامات هجوميه للاعبين بايرن انت تقول فوق 20 تقريبا. تقول لي بيلعب برشلونه ما يلعب صح؟ ما يلعب ليفاندوفسكي لو موجود ولا لاعب برشلونه السنه اللي طافت وانا ايدك ما يحقق. انا ايدك ما يصير مركز 12 مركز ولا لاعب ولا لاعب هذه بس هذه ولا لاعب يقدر يلعب منظومه برشلونه حصري ليونيل ميسي الا ميسي. ليش؟ لان ميسي كل لاعبين برشلونه يلعبون لمصلحة ميسي. غلط. والدليل غلط. والدليل سابقاً. لا لا سابقاً حتى الحين حتى الموسم الماضي. والدليل الحين مع باريس 12 مباراة وما سجل إلا جول واحد. لاعب غريب ما يعرف اللاعبين. طيب أوكي. كلهم نجوم. طرح جزئية ما يلعبون لميسي. ممكن أرد عليك. ممكن أرد عليك. كل لاعب مرشح يلعبون. ببساطة. كرة ذهبية 24 أكتوبر يعني آخر وقت لتصويت الكرة الذهبية 24 أكتوبر. تتكلم من شهر 8 إلى شهر 10. تعرف ميسي كم يوم غاب في باريس؟ 45 يوم. تعرف كم مباراة لم يستدعى لها ميسي؟ 10 مباريات. تعرف كم مباراة لعب ميسي؟ تدري ان ميسي قاعد يلعب دوريات مو من الخمسة الكبرى. خليني اقول لك قاعد يلعب دوري مو من الخمسة الكبرى. هذه مو مشكلة، هذه مو مشكلة معيار، هذه مشكلة معيار. الحين نتكلم باريس فريق مرشح لدوري الابطال، لكن عبد الله البلوشي في حلقات سابقة تكلمنا عن مشكلة بوتشيتينو وتوظيفه السيء للاعبين. اي توظيف سيء مع نيمار مبابي فيراتي اي سيء. اذا كنت متابع للاخبار تشوف الحين تصريحات لاعبين باريس. ليش؟ الكل اللاعبين بلا استثناء عندهم غضب يتكلموا عن بوتشيتينو وتوظيفه. يتكلمون عن كريستيانو وميسي ما يتكلمون عنه. كريستيانو ايش قاعد يسوي مانشستر؟ مانشستر اللي ما في منظومه، مانشستر اللي ضايع هذا الموسم، ايش مسوي وياه؟ دام انك اضطريت اصعب دوري في العالم. دام انك اضطريت محمد، دام انك اضطر كريستيانو، انا قاعد اقول لك فاكتوس حقائق. ايه؟ مثل ما يقول كريستيانو هداف الدوري الايطالي، هداف اليورو، هداف مانشستر واهله من الابطال. زين ميسي هذه حقائق كريستيانو. ميسي هداف قاره امريكا الجنوبيه، حقق حطم رقم بيليه، هداف الهداف التاريخي لفريق مع سجلهم هالسنة. شنو سجلهم هالسنة؟ حطم الرقم. انت مو جايب لك ارقام، انت مو قاعد تجيب لك ما تسجل لي دقيقه. انت زين دقيقه، لان ترى انا وصلتكم 4 دقائق لان النقاش مشتعل ما ابي اقطع بنص اي واحد. 10 ثواني. معيار غير منطقي. لما برد ميسي عندي اصابتين بالفخذ والركبه. بسم الله عليك. بسم الله عليك. لا والله بسم الله عليك انت. بسم الله عليك. ميسي يستحق بعد شهرين كل شيء يختلف. انا عارف ان لا طال الوقت انقلب ضغط بدال النقاش. وصلت وجهه نظرك. وصل وجهه نظرك. خذ 10 ثواني. زين ما يصير ارد عليه بعد 10 ثواني. لا ما لك رد. في اكثر من لاعب قلت لك انا يستحق انه يكون من ضمن اللي سواه ميسي ما كان يسوي بروحه. بسم الله عليهم. دائما اللي يسويه ميسي قبل يتغير الحين. الحين مثلا لما يقول لك هو سجل اهداف 10 ثواني مو لما قال سجل اهداف 2012 ليش خذاها؟ سجل اهداف 90 جول. زين ليش ما اعطين حق ليفا؟ حلو ما يصير يا جماعه تخطينا. تغير زين تغير عشان ميسي. ما راح اليوم ترد عليه ويرد عليك. دقيقه من المناظره قسم بالله. انا بخليك تنهيها 5 دقائق ما عندي وقت. انا بخليك تنهيها بس في 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 جزئيه اللاعبين اللي دخلهم غصب يعني حشرهم حشر على اساس انهم ينافسون. من شهر 7 كانت محسومه لميسي فجأة دخلوا 20 لاعب. ما يصير شهر ونص ابو مرزوق لو 10 شهور ترى البطوله. محمد لو سمحت واضحه وجهه نظرك محمد. واضحه لانك كنت قمت تعيد كلامي. كنت قلت بقول كلام جديد. قلت الله كلام جديد عنده شيء. راحت كان يروح انا من قال بسم الله عليه راحت يعيد نفس الكلام اللي قاله بالدقيقه صراحه. فشكرا لكم طبعا على هذه المناظره. كل واحد مثل ما شفتوا ذكر وجهه نظره. صراحه محمد مرزوق طبلتني خرمها مشكور. ما شاء الله يلا وعكه صحيه جديده. ما شاء الله جهراويه ما يدنونه. انا من اليوم قاعد اتناقش من برا اقول لك لا تناقش حافظ على صوتك. زين هو حافظ على صوته انت ليش راح صوتك؟ والله انا مريض والله من زمان يا ادري. عموما البلوشي انا بسلك عن هذا النقاش اللي تم. صار في تصويت للصحفيين صراحه. بالنسبه لك هل تصويت الصحفيين كان عادل ولا ما كان عادل؟
لا طبعا طبعا ما يكون عادل. نتكلم عن اكثر من صحفي ما تدري على اي معيار يصوت، هل نفس على المعيار اللي مثلا ذكره ابو مرزوق على انه اخذ بطوله خلاص دوليه كانت ناقصه من سي في ميسي مثلا، صوت على اثرها من خلال عاطفه، او نفس المعيار اللي قال اللي قال عنه ابو خالد اللي هو المعيار الاداء الفردي، او تكلم عن الاداء يعني للتاثير. نعم. ففي مفارقات ما بين صحفي وصحفي اخر تاثر على مستوى التصويت في شفت الصحفيين، شفت ان كذا واحد منهم صوت، منهم صوت حق ميسي من توب فايف، منهم محاط ليفاندوفسكي من توب فايف. طبعا ليفاندوفسكي من توب فايف هذا جريمه ما تصير. صح صح. ابي اقول لك على نقطتك ناصر، في صحفي اوزبكي شارك في التصويت الكره الذهبيه، ساله واحد ليش ما حطيت ليفاندوفسكي من ضمن الخمسه، دز له بطاقه فيفا مالت ليفاندوفسكي، قال بطيء ما حقق شيء مع المانيا، يعتقد ان يعتقد ان اللاعب الماني في في هالجزئيه هذه هني شرها كبيره على صحيح. بقول لك تصويته كان تصويته مبابي ماونت ميسي كليني، يلا شوف ما ادري مين طلع كليني، يلا اخي ماونت ماونت هذه لو فيها دقيقه لناصر بالمناظره دخلوا الرجال يحق له يصوت الماونت، يمكن ملعبه بالالتيميت تيم. شفت هذا الصحفي، شفت هذا الصحفي وحاط ميسي من توب فايف صح، مو حاط ليفاندوفسكي. تدري كم صحفي صوت لميسي من توب فايف وما كان من ضمنهم ليفاندوفسكي؟ كان 20 صحفي، 20 صاحبي من 140 من ردنا من الحفل. لا 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 انا اتفق مع ناصر ابو محمود، يعني هو المشكله الصحفيه. انا بستدل بتصريح ميسي اول ما استلم الكره الذهبيه. نعم. قال جريمه من صحيفه فرانس فوتبول في الموسم الماضي انها تم الغائها لان ليفاندوفسكي كان فارق يعني بشكل مخيف عن بقيه منافسيه، يستحق كره ذهبيه. نعم. لكن كاحقيه وتاثير فردي لما ذكر ابو محمود، انا استدليت بارقام. نعم. بتاثير فردي على الاقل تقدير انك ضمن الخمسه. انا للامانه عندي صحفي صديق اسمه عبد الرحمن عابد من السعوديه، هذا رفيق دربي من 2006 2007 انا ويا اصدقاء قبل حتى دخولنا المجال الاعلام، وعشنا مع بعض لحظات جميله صراحه. هو حاليا يصوت لجائزه الكره الذهبيه في السعوديه، ولا مره اتفقت معه. كل تصويتاته ما تعجبني صراحه، مصوت السنه هذه الاول جورجينيو، الثاني ما ادري منو، المهم مو مهم تشوفه. تعرف لما تشوف الاسماء من الصحفيين 20 اللي صوتوا لميسي من توب فايف من غير اللي بنده. طبعا هو صحفي جدا مميز ومن اميز الصحفيين الموجودين صراحه في السعوديه، ولكن تصويتاته عنده له راي مختلف. ترى مو كل الناس راي ابو حمود. اي له راي بجورجينيو. نعم. يعني جورجينيو يتكلم انت على مستوى النادي وتاثيره بمنظومه توخيل. توخيل. نعم. كان اول لاعب يرتكز عليه في افكار الهجوميه كان جورجينيو. صح. واثر وياه وكان مؤثر جدا في منظومه اللعب. نعم. هذا واحد. اثنين، في منظومه مانشيني المختلفه عن منظومه توخيل ساهم في اخذ اليورو. نعم. لكن انت متكلم عن تاثير في الملعب وعن تتمحور عليه افكار الهجوميه، لا مش يقارن. في نقطه مهمه بس باختصار، اللي هي طبعا عدم نقل الدوري الالماني في الشرق الاوسط اثر بشكل كبير اتوقع على الصحفيين، لان من 22 دوله عربيه 21 دوله عربيه ما صوتوا لليفاندوفسكي. الدوله العربيه الوحيده اللي كانت موريتانيا، وحد موريتانيا انا قلتها بالموريتاني ترى وحتى بامريكا الجنوبيه ما ينقلون للدوري الالماني، فهذا اثر على النليفة ما يشوفونه. فهذا واضح وجهه نظرك. نطلع من محور طبعا الكره الذهبيه بفاصل، ونعود معاكم للحديث عن الشامبيونز ليج دوري ابطال اوروبا. اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مره اخرى. الثلاثاء والاربعاء يعني الشامبيونز ليج، الثلاثاء والاربعاء يعني طبعا مباريات مرتقبه ومباريات كبيره جدا، خصوصا ابو مرزوق ان الشامبيونز ليج راح يكون اخر جوله له من دوري المجموعات. هلا بالخميس، هلا بالخميس. عطني تصورك للقاء المرتقب، حظوظ برشلونه في هذه المباراه، هل دينامو كييف ممكن يخدمكم ضد بنفيكا ولا لا؟ استكمالا لنقطه اللي ذكرتها في خساره بيتيس بو محمود، قلت ان تفكير تشافي كان منصب على مباراه بايرن، لذلك اي إن كان الشيء اللي يبرر او يشفع تشافي راح يبين في ملعب أليانز أرينا بدون جمهور امام بايرن، بيلعب يعني خلينا نقول بدون كيميتش. لكن واضح من التصريحات ليفاندوفسكي وجمهور بروسيا دورتموند بالمباراه، كل ما لمس ليفاندوفسكي الكره يقول ميسي ميسي، خلوا المباراه يعني تصير شخصيه بحته للاعبين بايرن ميونخ. لكن كل ثقه ب تشافي ونظرة تشافي، لما قلنا يا أبو حمود في أكثر من حلقة أن تشافي رجل لامس مكان من الخلل في برشلونة. نعم. هذا الأمر قاعد يتضح جليا في المباريات اللي شفناها. نعم. مثل ما تشوف أبو حمود، بايرن ميونخ 15 نقطة، 7 برشلونة، 5 بنفيكا. طبعا بنفيكا نقدر نقول بنسبة كبيرة ممكن راح يفوز على دينامو كييف، لذلك برشلونة أمام خيار وحيد
لا ثاني له، هو خيار الفوز على بايرن. العدو من خلفك والبحر امامك. بالضبط بالضبط بالضبط. البحر معروف، البحر ملي. لكن البحر يعني اليوروبا ليج وعيالي الخميس. عاد 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 تدري يعني انا بستغل وجودك انت ابو خالد، ما شاء الله عندكم خبره سابقه في ليالي الخميس. لعبني بالدوري الاسباني، لعبني فريقي، لعب بالدوري الاسباني ما يطيح يوروبا ليج طول عمره. مناظره ثلاثيه زين. يلا يلا عشان الدوري الاسباني مهما تكون سيء امورك طيبه ووضعك زين. لا لا برشلونه غير صحيح، يستحقون يلعبون يوروبا ليج. مو مو هالسنه بس يعني، ما يصير طوال هالسنين كل الانديه الكبيره كفرق يعني. حاسس مشاكل لا الريال ولا برشلونه يعني، حاسس مشاكل يعني. مانشستر ما تحس مشكله، سابع على طول مع السلامه. نفس ليفربول الحين سابع، الحين سابع لان عنده مشاكل، لان ميسي طلع. عرفت قيمه ميسي، تاثير ميسي؟ ميسي طلع صرنا سابع. نرد المره لانه وشفت تاثير تاثير ميسي مع باريس شنو؟ ردينا عليك، ردينا عليك، ردينا عليك، ردينا عليك، قلنا توظيف اصابات عد بتفتكر نيمار بابي. هذا ما يصير، ما يصير، ما يصير، ما يصير. زين احلف ان تعرف لعبي صح؟ احلف ان لعبت مع باريس من دون حلف. اذا لعبت مع باريس ما سجل اكثر من ميسي. زين دقيقه دقيقه، العب 10 مايت. هذا كلام مو منطقي مثل كلامك المو منطقي اللي بالمنطق. بس تدري شو ارد عليك؟ تدري شو ارد عليك؟ خليني اقول لك، خليني اقول لك في رساله ابو محمود لازم يعيها كل متابع كره القدم. اياني واياك طبعا قاعدتين، القاعده الاولى اياني واياك تنتقد ميسي، القاعده الثانيه تذكر القاعده الاولى لا تنسى القاعده. هذا هذا المفروض حق كريستيانو. هذه سووها كريستيانو دائما ينتقدونه يقول. اسمعني، دائما المدريديين انتقدوا السنه اللي طافت. وين بالبشيتشي برشلونه والله انتقدوه طق ثمانيه قبل هاي المونتاد، قبل المونتاد زين وعد. المناظره ننقلها انستغرام بيني وبينك. دقيقه دقيقه، الوضع كذي لان موضوعكم مطول جدا عندنا تشامبيونز ليج نتكلم عن محاور. لا تردي، لا ما تردي، خليني بس اقول لك اتلتيكو مدريد وميلان نلعب يوروبا ليج ولا نلعب تشامبيونز. دقيقه بس خليني اقول لك، يعني انا قاعد اقول لك يعني مباراة الأربعاء مثل ما قال تشافي، والشيء اللي قاعد نشوفه برشلونة، الحلول الفردية لبرشلونة والفعالية الهجومية ما نشوفها مع دخول ديمبلي. يعني من يدخل ديمبلي تصير في فرص، تشوف في خطورة. لذلك أعتقد مباراة الأربعاء هي مباراة ديمبلي. والله كريم. تخيل ديمبلي تعتمد على ديمبلي والله. انا اول دقيقه دقيقه على برا المفروض ياخذ، خلي ياخذ دورتموند يعني. مو كل موضوع لازم ترجع لا لا لازم يرد. ما ارضى على ديمبلي انا، رجعنا ثنتين يمين ما ارضى. اتلتيكو مدريد وميلان ودنا نتناقش عن هذه المجموعه اللي طبعا ميلان قدم صراحه ملاحم كرويه فيها، بس المشكله ما فاز. قدم مباراه جدا كبيره، ظلم تحكيميا بعد، وانظلم وقدم ضد اتلتيكو مباراه جدا كبيره، ولكن بالنهايه خسر. شو وضع هذه المجموعه ناصر، ومن تتوقع متاهلي؟ والله انا اتمنى ميلان يتاهل صراحه. اتمنى بدال اتلتيكو، بدال اتلتيكو اشوف انه يعني اجتهد ميلان و... لكن حتى لو راح يوروبا ليج مشروع ميلان ناجح جدا، حتى لو ما تاهل اصلا هذا تشامبيونز ليج هذه السنه، مشروع ميلان مع بيولي ممتاز و100 على 100% يعني. مو علانيه جديده يعني 10 على 10 على 100 100 كل شيء معك يصير اليوم ناصر، كل شيء يصير معك ايدك والله. بس بس لا ميلان حتى لو ما راح يوروبا ليج فهو قدم موسم في التشامبيونز ليج بعد غياب طويل تقريبا يعني كم عن 7 سنوات. ف بالعكس انا اشوف كان 100 على 100 عشان ليش 200 على 200 عموما. طبعا اتوقع ان الاقرب يمكن يكون اتلتيكو مدريد، ولكن ميلان مثل ما تفضل اخوي خالد ايش يسوي بعد هذه مجموعه صعبه. خالد مين؟ ابو خالد، ابو خالد بس راحت سريعه. اتلتيكو مدريد متذيل المجموعه حاليا، يواجه بورتو، الفوز يعني صعوده، وان تعادل او خسر الميلان بوجهة نظرك اليوم يقدر يسويها او باكر يقدر يسويها اتلتيكو مدريد؟ يقدر. يمكن انت شفنا يمكن يعني تصريح راح تنقله من المتدين. شوف ابو محمود، يمكن تصريح حتى التصريح اللي قالوه بحق سيميوني ان سيميوني لا يمس اي شيء يمس في كيان النادي الا سيميوني، هذا يمكن تصريح يعطيك يعني وضعيه ركود. ممكن هذا من قال رئيس النادي على ما اعتقد على هالطاري. هذا كنت انا في اتلتيكو مدريد في مدريد، كانت مباراه ليفربول وتوتنهام في ملعب اتلتيكو مدريد، فشفت واحد اسباني يشجع اتلتيكو مدريد، فقلت له انا زعلان على سيميوني لان كان في يعني مدريد برشلونه مو مستواهم وما قاعد ياخذ دوري. قال احنا عندنا سيميوني لا يمس، نفس كلام انت قلته تو. فهو كان مشجع اتلتيكو قال الناس ما تدري هو شنو سوى لنا من الى كان لاعب سابق، فبالنسبه له اسطوره لا يمس، يعني يقول عادي الفريق يتغير كله الا سيميوني.
هو يعني تكلم عن مدرب يمكن نقل كيان أتلتيكو مدريد من القاع إلى يمكن إلى القمة وأخذ الدوري مرتين مع أتلتيكو وصار تاريخ النادي وصار وما توفق بالنهاية وما ارتكز ترى على الأمور أو البطولات المحلية. هو يمكن خاض نهائيين قدام فريق يمكن ما تقدر تكاسره بالنهائي نفس ريال مدريد. إذا فريقك على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي صار نادي من نادي عادي لا يورا كان إلى نادي يمكن تعمل له إحساب, وشفنا شنو سواه بآخر العقد الأخير يعني. نعم نعم كان هذا نقاشنا على الشامبيونز ليج ويقدر يعني يفوز ياخذ على بورتو سؤال على بورتو ودش راح أتلتيكو مدريد. هو أنا بعد جاوب تقدر تختم يا أخي قلنا بديل ناجح ومشكور اللي تواجد بدال محمد تدري لو تعد المحاور نصها بدليات تعرف البديل الناجح اللي من الحماس من الحماس دش وانطرد هذا أنت. عموما شكرا لكم متابعينا على المتابعة, وشكرا لإخواني الرواد اللي تواجدوا معاي اليوم, وشكرا لجميع الإخوان من غرفة الكنترول على رأسهم المخرج عبد اللطيف رمضان. على أمل أشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة يوم الاثنين القادم بحول الله. تمام الله.